معارك شرسة تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مع الميليشيا الانقلابية في محافظة البيضاء. خلال الساعات الماضية دارت معارك عنيفة في جبهة قانية عقب هجوم شنته الميليشيا على مواقع الجيش، تمكن خلالها من دحر الانقلابيين وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة. إن شاء الله حفار حفار إن شاء الله وصعدة إن شاء الله نرفع العلم على صعدة. تستميت الميليشيا في محاولة استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية في هذه الجبهة، وأبرزها مواقع الخدار، وتدفع بالمزيد من التعزيزات لتنفيذ الهجمات في محاولة للحد من تقدم قوات الجيش، لكنها كالعادة تفشل كما تتحدث بعض المصادر الميدانية. انتهت المواجهات بتراجع كبير للميليشيا رغم تعزيزاتها، إذ أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية متمسكة بنضالها ومتماسكة في صد المحاولات المتكررة للميليشيا، وتتقدم نحو تحرير باقي المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، وصولا إلى تحرير محافظة البيضاء والوطن بشكل عام.